خلونا ننتقل إلى خبر تاني ومتعلق برضو بشهامة المصريين من أهالي سيناء اللي بيطلقوا مبادرات فتح الدواوين والمنازل لاستقبال أهالينا من فلسطين مرافقين المصابين والجرحى القادمين من غزة لمستشفيات شمال سيناء. بيوت السيناوية مفتوحة لأهالي فلسطين. الشيخ عبد المنعم سليمان من أهالي سيناء، أهلا بيك وكل سنة وحياتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، وأهلا بيك وبالتلفزيون المصري. أهلا بيك يا شيخ عبد المنعم، احكي لنا على شهامة السيناوية في الوضع الحالي بالذات، يعني الشهامة معروفة تاريخيا. والله حضرتك قلت تاريخيا، هو فعلا أبناء سيناء دائما في على بوابة مصر الشرقية هنا دائما في حالة تأهب واستعداد، سواء في حرب على الأرض هنا أو حرب على الإخوة الفلسطينيين. وإحنا دلوقتي إن شاء الله كل أبناء سيناء منتظرين أبناء إخواتنا وشقائنا في غزة المرافقين مع المصابين، إحنا في انتظارهم دواويننا وبيوتنا، وإن شاء الله بإذن الله هنمد ليهم كل سبل العون ليهم وإحنا معاهم. وطبعا بدأنا بالفعل إنه الأهالي بدأت تذهب إلى المستشفيات تتبرع بالدم، وتجهيز على أعلى مستوى من الأهالي مشاركة مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لاستقبال أشقائنا في غزة، عشان إن شاء الله نقوم بالدور اللي الوطني، الدور الوطني العربي اللي بتقوم به مصر دائما وشعبها حيال أخواتهم وأشقائهم العرب في كل مكان. والله ده موقف مشرف ومتفهم ومعروف الحقيقة ومتوقع من أهالينا في سيناء. وهل بدأ التوافد يا شيخ عبد المنعم من الأهالي الفلسطينيين إلى بيوت ودواوين أهالينا في سيناء ولا لسه؟ هو بالفعل بدأ دلوقتي يعني عبورهم من المعبر على الأرض إن شاء الله على المستشفيات، والأهالي طبعا في المستشفيات وبتنتظر دلوقتي تشوف القرار الأطباء إيه، واللي هيبدأ الكلام ده من دلوقتي من اللحظات اللي فاتت ديت لغاية دلوقتي حتى الصباح هيبدأ الاستقبال، ونبدأ نتعامل مع المرافقين ونتعامل مع المرضى، والتبرع بالدم طبعا موجود، ولو في أي تبرعات بأي شكل أيا كانت الأهالي جاهزين والناس جاهزة، والجهاز التنفيذي على المحافظة طبعا بقيادة السيد الوزير المحافظ برضه كله جاهز إن شاء الله بإذن الله. هنقوم إن شاء الله بالدور اللي دايما مصر بتكون سباقة بدورها وبشعبها مع الإخوة العرب بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله موقف أبناء سيناء مع أشقائهم في غزة ده حيكون إن شاء الله بإذن الله مصر كلها هتتغنى بهذا الموقف بإذن الله. إحنا جاهزين وبنقول لأشقائنا في فلسطين إحنا أنتوا جايين هنا عند إخواتكم وأهلكم وناسكم وبيوتكم، ما يبقاش في عندكم هلع ولا خوف على مصابينكم أو مرافقينهم يعني. طبعا طبعا. أنا بشكرك جدا شيخ عبد المنعم سليمان من أهالي نفسينا، شكرا جدا 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 ليك. وزي ما كنت بقول كده الشهامة السيناوي أمر متعارف عليه ومتوقع. طيب خلونا ننتقل أيضا إلى الأستاذ عبد العزيز هندي، أمين عام متحف التراث السيناوي ومؤرخ وباحث في تاريخ سيناء. أهلا بك يا أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين. إزاي الصحة وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب. الله يكرمك. احنا كنا عايزين الاول بس عايزين نطمن عليكم، ايه الاخبار في سيناء في ظل الاحداث الجارية؟ الحمد لله في احسن حال، احنا بخير، طالما مصر بخير احنا بنفخر وبندعو لله سبحانه وتعالى انه اكرمنا وجعلنا بوابة مصر الشرقية التي دائما هي في المقدمة. الحمد سيناء لله. سيناء اللي ولدنا عليها بنشرف بيها انها قطعة من ارض مصر، ارض الكنانة، ولنا شرف ان نكون في استقبال وجاهزين لإخواننا في غزة. نحن معهم، مصير واحد وقدر واحد، نحن معهم كأجزاء الجسد الواحد، إذا اشتكى منه جزء تداعى له باقي الأجزاء بالسهر والحمى. وهذا ليس بجديد على أهل سيناء، ففي سنة 2005 و2008 حينما دخل وتوافد علينا آلاف الفلسطينيين من غزة بالذات، كانت أزرعنا وصدورنا مفتوحة لهم، فكنا نعم المرفأ ونعم الأمان لهم، إخوة لنا نتقاسم معهم الماء والزاد وكل شيء. وأعتقد أن إحنا أحسننا وفادتهم وضيافتهم، لأن إحنا تربطنا بهم روابط الجيرة وأواصر الدم
والمصير المشترك، وعانينا وقاسينا كما قاسوا من الاحتلال الإسرائيلي، هم قاسوا من الاحتلال ونحن قاسينا معهم. وليس ببعيد تاريخ 48 حين إنشاء دولة إسرائيل وقيام مذابح كفر دير ياسين وكفر قاسم، كثير من الفلسطينيين استقروا في العريش وفي سيناء من عرب 48 واحتلوا بأهلها وبمصر. وكما تعلم سيادتك أن غزة بالكامل كانت تحت الرعاية المصرية والحكم المصري، وكان لها حاكم عسكري مصري، آخر حاكم لها كان اللواء العجرودي. فأنا بحب أطمن إخواننا في فلسطين وغزة، نحن إخوة لكم، نحن الصدر الحنون، كما عودتكم مصر دائما أهلا ونزلتم سهلا إلى أن تزول هذه الغمة التي حلت بكم. والله يعني كلام أكتر من عظيم، وأنا عارف أنه مش مجرد كلام ولكنه أيضا هو الفعل بحد ذاته. أشكرك جدا أستاذ عبد العزيز هندي، أمين عام متحف التراث السيناوي، المؤرخ والباحث في التراث السيناوي وتاريخ سيناء.